السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزانا مشاهد الفضائية العراقية التربوية أعزانا طلبة الصف الثاني المتوسط نلتقيكم اليوم في درس جديد من دروس مادة العلوم للصف الثاني المتوسط فيما يخص مادة الأحياء أعزانا الطلبة في الدروس السابقة تناولنا تقسيم الكائنات الحية إلى ممالك وكل مملكة من هذه الممالك تتخصص بصفات معينة من الصفات الخاصة بها اليوم درسنا إن شاء الله رح يكون عن مملكة النباتات وأول جزء في مملكة النباتات اللي هي ضمن الطحالب والنباتات البدرية خلينا جايزان أعزائنا الطلبة نتعرف على ما هي الطحالب أو ما هي مميزات الطحالب الطحالب ما الذي يميز الطحالب؟ تنتمي الطحالب إلى مملكتين أحيائيتين الأولى هي مملكة الطليعيات والتي تضم طحالب أحادية الخلية ممثلة بأنواع من الدايتومات والطحالب الخضر وحيدة الخلية، والمثال اللي أخذناه عليها طبعًا هو اليوغلينا. المملكة الثانية التي تضم أنواعًا أخرى من الطحالب، فهي مملكة النباتات، وتنتمي إليها الطحالب الخضر متعددة الخلايا، بالإضافة إلى الطحالب البنية والطحالب الحمر. إذًا ممكن أعزائنا الطلبة يجينا سؤال، سؤال إلى ماذا تنتمي مملكة الطحالب؟ أو إلى من تنتمي مملكة الطحالب؟ تنتمي مملكة الطحالب إلى مملكتين أحيائيتين المملكة الأولى هي مملكة الطليعيات والمملكة الثانية اللي هي راح تضم أدنى تضم الطحالب أحادية الخلية واللي تتمثل بأنواع من الدايتومات بالإضافة إلى المملكة الثانية اللي هي مملكة النباتات واللي راح تضم أدنى موجود هنا الطحالب الخضر بالإضافة إلى الطحالب البنية والطحالب الحمر بالنسبة إلى الطحالب اللي موجودة في مملكة الطليعيات تكون طحالب أحادية الخلية مثليش مثل ايش؟ مثل كمثال عليها. المملكة الثانية أنواع أخرى من الطحالب واللي تكون طحالب متعددة الخلايا واللي تسمى باسم أو تنتمي إلى مملكة النباتات. تمتاز الطحالب بكونها جميعاً تستعمل صبغة الكلوروفيل لتحصل على الطاقة الشمسية وتصنع غذائها. اذا هنا اعزائنا الطلبه ممكن يجينا تعليل. علل تنتمي الطحالب الى الكائنات ذاتيه التغذيه. جواب وذلك لان الطحالب تمتلك صبغه الكلوروفيل والتي تستعملها في الحصول على غذائها. كمل الطحالب اعزائنا الطلاب. الطحالب تحتوي كذلك صبغات مختلفة وهي بدلا من أن تظهر خضراء فإنها قد تظهر بنية أو تظهر حمراء أو تظهر ذهبية اعتمادا على لون الصبغة التي تحتويها إذا أنا ألل قد تظهر الطحالب بنية باللون البني أو باللون الأحمر أو باللون الذهبي وذلك اعتمادا على الصبغة التي تحتويها تصنف المجاميع الرئيسية للطحالب اعتمادا على الصبغات التي تحويها. اذا ممكن هنا تعليل عزيزي الطالب ايضا قلل تصنف الطحالب الى مجاميع رئيسيه وذلك اعتمادا على الصبغات التي تحويها هذه الطحالب. ننتقل الى اسس المعتمده في تصنيف الطحالب وما هي مجاميع الطحالب الموجوده ضمن مملكه النباتات. تضم مملكة النباتات ثلاث مجاميع رئيسية من الطحالب صنفت حسب الصبغات التي تحويها، إلى أولاً أو ألف الصبغات الخضر الطحالب الخضر عفواً، تتمثل الطحالب الخضر بمجموعة نباتية تعيش في المياه العذبة ومياه البحار والمحيطات، إذا سؤال أين يمكن أن نجد الطحالب الخضر؟ ما موقع معيشة الطحالب الخضر؟ أولاً المياه العذبة، ثانياً مياه البحار ثالثا مياه المحيطات وهي طحالب متعدده الخلايا ذات لون اخضر براق قلل لاحتوائها على كميات كبيره من الكلوروفيل او الصبغه الخضراء وهي تمتاز بصفات تميزها عن غيرها من الطحالب ما هي هذه الصفات؟ اولا هي عباره عن طحالب متعدده الخلايا تشبه النباتات في الكثير من النواحي عزيزي الطالب لو نجي اولا ما هي أهم صفة تماثل فيها الطحالب الخضراء النباتات؟ أول صفة والصفة المهمة هي تمتلك صبغة اليخضور والتي تقوم بعملية البناء الضوئي، لذلك تكون الطحالب الخضراء ذاتية التغذية، تماثل في ذلك منو؟ تماثل في ذلك النباتات. كمل الصفات اللي موجودة أدنى. توجد بعض الطحالب الخضر بشكل مستعمرات على هيئة خيوط مثل طحلب الإسبايروجيرا إذا هنا ممكن يجينا سؤال ما هي ميزة طحلب السبايروجيرا يوجد بشكل مستعمرات على هيئة خيوط كم من مميزات الطحالب الخضراء جيم أو ثالثا تمتلك بعض أنواع الطحالب الخضراء عديدة الخلايا تراكيب متكيفة لوظائف معينة وتكون أكثر تعقيدا ننتقل إلى النوع الثاني من الطحالب أو المجموعة الثانية من الطحالب واللي تتمثل بالطحالب البنية ما هي الطحالب البنيه ماذا تسمى الطحالب البنيه تسمى الطحالب البنيه عاده باسم اعشاب البحر خلي بالك وياي على هاي التسميه لان يعني هاي التسميه رح نرجع ناخذها مره ثانيه وهي في الغالب تكسو الشواطئ الصخريه تمتاز الطحالب البنيه بالاتي اولا تعيش في الغالب جميع الطحالب البنيه متعدده الخلايا في البحار والمحيطات اذا هنا هي لا تتواجد في المياه العذبه مو على حال الطحالب الخضراء، الطحالب الخضراء موجوده بالمياه العذبه، هنا لا توجد في البحار والمحيطات. ثانياً، للطحالب البنية تراكيب متخصصة تشبه تلك التراكيب الموجودة في النباتات. شنو هي التراكيب الموجودة؟ تمتلك تراكيب تشبه جذور النباتات تثبتها في السطوح التي توجد عليها. تسمى هذه التراكيب باسم الماسك. إذن من نجي نعرف الماسك هي عبارة عن تراكيب متخصصة توجد في الطحالب البنية تشبه الجذور الموجودة في النباتات، وظيفتها تثبت الطحالب البنية في السطوح التي توجد عليها. تمتلك الطحالب البنية كذلك سيقان وتراكيب تشبه أوراق النباتات. جيم: تحتوي الجدران الخلوية للطحالب البنية على مادة تشبه الجلاتين تسمى الالجين وهي ماده مطاطه او مرنه تعمل على منع تحطم خلايا هذه الطحالب من تاثيرات امواج البحر. نجي هنا على ماده الالجين او ماده الالجين. ما هي ماده الالجين؟ هي عباره عن ماده شبيهه بالجلاتين توجد في الجدران الخلويه للطحالب البنيه وهي ماده مطاطه مرنه تأمل على منع تحطم خلايا هذه الطحالب من تأثيرات أمواج البحر. من أكثر الطحالب البنيّة شهرةً تحلب الكلب، والذي يمتد على مسافات طويلة على سطح البحر وينمو هذا النوع قدمين في اليوم. إذن ما هي تحلب الكلب؟ ما هو تحلب الكلب؟ هو أحد أنواع الطحالب البنيّة يمتد على مسافات طويلة على سطح البحر وينمو قدمين في اليوم ليصل إلى ارتفاعات عالية. كل طحالب البنية لها تراكيب بشكل مثانات او اكياس هوائية تقوم بتمكين افراد هذه المجموعة من الطحالب في حفظ اجسامها قريبة من سطح الماء. ننتقل اعزائنا الطلبة الى النوع الثالث من الطحالب. النوع الثالث من الطحالب هو الطحالب الحمر. ما هي الطحالب الحمر؟ وتسمى ايضا اعشاب البحر. اذا اعزائنا الطلبة تسمية اعشاب البحر هي تسميه مشتركه بين الطحالب البنيه والطحالب الحمراء. كم؟ قلل تسمى الطحالب الحمر باسم اعشاب البحر كونها كبيره بدرجه كافيه لتاخذ هذه التسميه وهي تستوطن في الغالب المياه المالحه مياه البحار والمحيطات الدافئه. تمتاز الطحالب الحمر بالخصائص التاليه: اولا طحالب متعدده الخلايا سميت بالحمر قلل كونها ذات صبغه حمراء لا تتوفر في انواع الطحالب الاخرى. اذا اعزائنا الطلبه اذا اجانا سؤال ما هي الصبغه الموجوده في الطحالب الحمراء والتي لا تتوفر في بقيه انواع الطحالب؟ جوابنا راح يكون الصبغه الحمراء. هذه الصبغه خلافا للصبغات الاخرى تمكنها من استغلال الطاقه من الضوء القليل الذي ينفذ الى اسفل سطح البحار. الميزه الثانيه من الطحالب الحمر عفوا الضوء النافذ من المحيطات والبحار وتكون كميه الصبغه في هذا النوع من الطحالب اقل في الانواع التي تعيش قرب السطح وتزداد كميتها كلما كان العمق اكبر وهي تبدو سوداء عندما تنمو في قاع المحيطات علل ذلك وذلك بسبب زياده كميه الصبغه الحمراء با تشترك الطحالب الحمر مع الطحالب البنية في العديد من الصفات، فهي تمتلك أولاً تراكيب تشبه جذور النباتات، ثانياً تراكيب تشبه سيقان النباتات والأوراق، جيم تمتاز الطحالب الحمر بقابليتها على تجميع العناصر الثقيلة والسموم، ونتيجة لذلك انتبهوا لي هنا تكون سبباً في تسمم الأحياء بضمنها الأسماك. علل تتسمم الأحياء من ضمنها الأسماك عند تناولها للطحالب الحمر وذلك بسبب قابلية الطحالب الحمر على تجميع العناصر الثقيلة والسموم فالأحياء المائية مثل المحار والأسماك تتغذى على هذه الطحالب وعندما يتناول الإنسان المحار والأسماك كغذاء له فسوف يتعرض لحالات مرضية وعراض تسمم اذا ممكن هنا يجينا تعليلين عزيز الطالب والتعليلين مهمات التعليل الاول انه تتسمم الاسماك عند تناولها للطحالب الحمر جواب وذلك لان هذه الطحالب تقوم او تتميز بقابليتها على تجميع العناصر الثقيله والسموم هذا التعليل الاول التعليل الثاني اللي ممكن يجينا عندما يتناول الانسان المحار والاسماك كغذاء له سوف يتعرض لحالات مرضيه واعراض تسمم. جواب وذلك بسبب تناول هذه الاسماك والمحار للطحالب الحمر والتي تتميز بقابليتها على تجميع العناصر الثقيله والسموم في اجسامها. اعزائنا الطلبه الى هنا نتمنى ان تكونوا قد حققتم الاستفاده من درسنا لهذا اليوم الى ان نلتقيكم في درس جديد من دروس ماده العلوم نتمنى ان تكونوا ان تكونوا قد حققتم الاستفاده الكامله من دروسنا شكرا جزيلا لكم